في 15 من يناير لعام 2012 ذهب الشاب المصرفي البالغ من العمر 25 عاما تشارلز باركر إلى الكنيسة ليلقي خطاب الدكتور مارتن لوثر كينج جونيور الشهير لدي حلم كما يفعل عادة كل عام، لكن في هذه المرة اختفى الشاب تماما عن الأنظار بعد تلك الخطبة ولم يره أحد منذ ذلك الحين. حاولت زوجة تشارلز التواصل معه عدة مرات ولكنه لم يكن يجيب على هاتفه، ولذلك فقد وجدت نفسها مضطرة لإبلاغ الشرطة في نهاية الأمر بعدما يأست من إجابة زوجها على هاتفه النقال. حضر محقق الشرطة إلى منزل تشارلز استجابة لبلاغ زوجته التي استقبلتهم وتحدثت معهم بكل أريحية، موضحة لهم أن علاقتها بتشارلز تعود إلى أيام المدرسة الثانوية وأن علاقتها به كانت على خير حال ولم تتوقع أبدا أن يهجرها في يوم من الأيام. وقد أشارت زوجة تشارلز إلى أن زوجها كان شخصا لطيفا ومسالما ومحبوبا بين أوساط مجتمعه سواء في الكنيسة أو في العمل، ولذلك فلم يتفتق ذهنها عن اسم شخص قد يحاول إيذاءه قط. قام المحققون بإصدار تعميم بأوصاف سيارة تشارلز، وراح رجال الشرطة في جامع أنحاء ولاية جورجيا يبحثون عنها. وفي تلك الأثناء كان المحققون يستجوبون عددا من الأشخاص الذين التقوا بتشارلز في الكنيسة في اليوم الذي اختفى فيه. علم المحققون أن تشارلز التقى بصديقه وشريكه التجاري فيكتور بلونكوم بعد القداس، وكانوا ذاهبين إلى بلدة كومر القريبة لمعاينة أرض زراعية ينوون شراءها لإقامة مشروعهما عليها. وقد كان المشروع المزعم إقامته ومزرعة ضخمة لتربية الدجاج، وقد كان تشارلز متحمسا جدا لهذا المشروع. بطبيعة الحال استدعى المحققون فيكتور لاستجوابه، وقد اعترف الرجل بأنه التقى بتشارلز في حوالي الساعة 1 ظهرا من اليوم الذي اختفى فيه ليذهب لمعاينة تلك الأرض. وبعد معاينة الموقع أوصل فيكتور صديقه إلى المنزل قبيل الساعة 5:15 فقط. ترى ما الذي ألم بتشارلز؟ وكيف انتهى به الحال؟ وهل كان شهود العيان الذين تحدثوا مع المحققين صادقين فيما قالوه، أم أن بينهم من كان يحاول تضليل جهات التحقيق وتعطيل مسيرة التحقيقات؟ لمعرفة الإجابات على كل تلك الأسئلة تابع معنا هذه الحلقة المقدمة لك من قناة وقائع حتى النهاية. بعد بضعة أيام فقط استطاع المحققون العثور على محفظة تشارلز في مدينة أثينا بولاية جورجيا، وقد قام خبراء الأدلة بمسح المحفظة آملين العثور على بصمة إصبع قد تقودهم إلى الجاني، لكن المحفظة كانت نظيفة من أي بصمات. قرر المحققون تكثيف البحث في نطاق ذلك المكان الذي تم العثور على المحفظة فيه، وسرعان ما استطاعوا العثور على سيارة تشارلز على بعد 25 ميلا من هذا المكان، وكانت السيارة أيضا نظيفة وتخلو من أي بصمات. حاول المحققون أيضا تفقد تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة على أمل أن تكون إحداها التقطت صور للشخص الذي ألقى بالمحفظة أو قاد السيارة في ذلك المكان، لكنهم لم يفلحوا في العثور على أي خيط ذو قيمة. مرت أسابيع دون أن يستطيع المحققون إحراز أي تقدم في سير التحقيقات، إلى أن قام مزارع بسيط في مقاطعة أوغليثروب الريفية في جورجيا بإنهاء حالة السكون تلك، بعدما تواصل مع الشرطة أنه يشم رائحة كريهة تصدر من البئر، وأن أغلب الظن أن تلك الرائحة النتنة تفوح من جيفة أو من جثة متحللة أو شيء من هذا القبيل. أرسلت الشرطة وحداتها إلى تلك المزرعة، وسرعان ما تم انتشال الجثة من البئر، وقد تبين لاحقا بطبيعة الحال أن هذه الجثة لم تكن سوى نقطة تحول التحقيق في قضية تشارلز من شخص مفقود إلى قضية قتل متكاملة الأركان. حاول المحققون تفتيش البئر ومحيطه بحثا عن سلاح الجريمة أو دليل آخر قرر الجاني التخلص منه في نفس المكان، لكن يبدو أن الشخص الذي أطلق النار على تشارلز كان حريصا للغاية ولم يترك خلفه أي دليل أو خيط قد يقود المحققين له. كان تشارلز قد أصيب بأربع طلقات في مناطق متعددة من جسده، وقد أوضح تقرير المعمل الجنائي لتشريح الجثة أن الضحية تعرض لإطلاق النار في اليوم ذاته الذي اختفى فيه عن الأنظار. عاد المحققون للتحري عن فيكتور صديق تشارلز وشريكه التجاري،
وفوق كل ذلك آخر من تسنى له رؤية الضحية والحديث معه، وقد زاد اهتمامهم بفيكتور عندما أدركوا أنه كان يملك سجلا إجرامي حافلا بجرائم المخدرات والاعتداء. علم المحققون أن تشارلز وفيكتور تعرف على بعضهم البعض عن طريق سمسار عقارات، وهو صديق مشترك بينهما ويدعى شون هيل، الذي لعب دورا كبيرا في تنسيق خطة الشراكة المقترحة بين تشارلز وفيكتور في إنشاء مزرعة الدواجن. كان المحققون يتساءلون ما إذا كان تشارلز يعرف أي شيء عن تاريخ فيكتور الإجرامي، وإذا كان يعلم أي شيء عن ذلك فهل كان سيمضي قدما في مشروع إتمام تلك الشراكة؟ وللحصول على إجابة على هذا السؤال كان عليهم الحديث مجددا مع بعض أفراد أسرة الضحية. أوضح المقربون من تشارلز للمحققين أنه كان على علم بماضي فيكتور الإجرامي وبمزاجه المتقلب، لكن تشارلز كان شخصا طيب القلب ونقي السيرة، وكان يؤمن من كل أعماقه بالتعاليم المسيحية التي تحث على إعطاء الآخرين فرصة ثانية. وقد طبق تلك المعايير بحذافيرها على علاقته بفيكتور. بالإضافة إلى ذلك كان تشارلز متأكدا أن فيكتور ذو سوابق في جرائم العنف لم يملك أي سبب منطقي لإيذائه، حيث أنه كان سيستفيد كثيرا من شراكته لتشارلز في مشروع الدواجن، خصوصا أنه كان يعلم أن تشارلز قد خطط جيدا لهذا المشروع ليضمن أنه سيدر عليه دخلا محترما. كانت جميع إفادات شهود العيان تتمحور حول مشروع مزرعة الدواجن وعلاقته بما آلت إليه الأمور، وذلك لأن فيكتور وتشارلز كانوا متحمسين للغاية لذلك المشروع، لدرجة أنه أصبح كل ما يدور في خلدهم في الآونة الأخيرة. في تلك الأثناء كان المحققون يتعاملون مع فيكتور بصفته المشتبه به الرئيسية في القضية، على الرغم من عدم امتلاكهم أي دليل مادي ضده، إلى أن حدسهم كان يقودهم للاستمرار في البحث والتحري بشأنه. قرر المحققون اتباع حيلة ذكية عن طريق التواصل مع فيكتور واستدعائه للتحقيق لسؤاله عما يظن قد فعل هذا بصديقه المستقبلي. ولم يفكر فيكتور مرتين قبل أن يذكر اسم كاثي سكيرجس، وهي الشريكة الثالثة في مشروع مزرعة الدواجن. أوضح فيكتور للمحققين أن كاثي كانت تلعب دور الممول في ذلك المشروع، حيث أنها تتمتع بثروة ضخمة حازتها جراء الفوز بالبطاقة الرابحة في مسابقة اليانصيب، مشيرا إلى أنه لم يرتح لها يوما وأنها شخصية مشبوهة تعمل في ترويج المخدرات. لم ينسى فيكتور أن يذكر في حديثه للمحققين أنه لطالما حذر تشارلز من التعامل معها، لكن الأخير لم يكن يستمع لنصائحه وكان يثق بتلك المرأة بطريقة غير مبررة. على إثر أقوال فيكتور قام المحققون بالتحري عن ماضي كاثي، وسرعان ما لاحظوا أنه لم يكن لها أي سجل إجرامي أو أي نشاط غير مشروع متعلق بالمخدرات أو غيرها من الأنشطة المنافية للقانون. كانت كاثي بكل بساطة عميلة قديمة لدى تشارلز في البنك الذي كان يعمل فيه، ونظرا لاحترافية تشارلز في عمله وشخصيته الودودة مع الجميع توطدت أركان العلاقة بينه وبين كاثي التي باتت تثق فيه وفي قراراته الاستثمارية ثقة عمياء. كيف لها ألا تفعل ذلك وقد درت عليها تلك النصائح الكثيرة من المال في السابق؟ على الرغم من أن تحرياتهم كانت تظهر أن كاثي كانت نظيفة اليد، قرر المحققون استدعاءها للاستجواب في كل الأحوال، فعلى الأقل كانوا يريدون معرفة السبب الذي دعا فيكتور بإلقاء اللوم عليها. أوضحت كاثي للمحققين أنها سلمت تشارلز قبل وفاته مبلغا بقيمة نصف مليون دولار، ولم تكن تلك سوى الدفعة الأولى من مبلغ يقدر بحوالي 3 ملايين دولار، وهو المبلغ الذي كان يحتاجه تشارلز لإنشاء المشروع. لم تنس كاثي أن تذكر للمحققين أنها لم تكن خطة تشارلز الأولى، حيث أنه قد توجه للمصرف أولا لطلب قرض، ولكن البنك رفض ذلك الطلب بسبب شريكه فيكتور بلوكوم، المجرم المدان الذي نفرت منه جميع البنوك التي حولت تشارلز التعامل معها وفضلت ألا تنخرط في العمل معه. بالإضافة إلى ذلك أكدت لهم كاثي أنها كانت بعيدة كل البعد عن موقع ارتكاب الجريمة في تلك الليلة، وقد استطاع المحققون فيما بعد التحقق من حجة غيابها وأنها لم تكن تكذب عليهم في أي مما قالته لهم في جلسة الاستجواب، الأمر الذي دعاهم لشطب اسمها من لائحة المشتبه بهم والعودة لتركيز جهودهم على فيكتور الذي أصبح في تلك المرحلة من التحقيقات النقطة المركزية
التي يتمحور التحقيق كله حولها. عاد المحققون للحديث مع شون هيل، الصديق المشترك بين فيكتور وتشارلز، والذي كان أكثر المطلعين على تفاصيل سير مشروع مزرعة الدواجن، والذي أكد تصريحات كاثي مضيفا عليها أن تشارلز أدرك منذ ذلك الحين حجم الضرر الذي قد يتعرض له المشروع إذا ما أصر على بقاء فيكتور، ولذلك فقد بدأ في محاولة تنحية فيكتور عن الأمر برمته. وصل الأمر لمرحلة أن فيكتور تواصل مع شون عدة مرات وترجاه أن يتدخل ويقنع تشارلز بأن لا يفسخ الشراكة معه ويبقي حلم المشروع قائما، لكن شون لم يستطع فعل الكثير في ذلك الصدد، خصوصا أنه كان يعلم جيدا أن تلك المزرعة كانت حلم تشارلز ليشق طريقه في عالم الأعمال ويستغني عن وظيفته ليصبح رجل أعمال ثري وناجح. التقط المحققون هذا الخيط وبحثوا في سجلات الشركة الناشئة البنكية، وتبين لهم أن فيكتور حاول سحب مبلغ 200,000 دولار من حساب مزرعة الدواجن، لكنه تفاجأ بأن تشارلز كان قد حرمه من تلك الصلاحية، وبطبيعة الحال فقد أثار ذلك غضب فيكتور وحقنه على صديقه. على ضوء تلك المستجدات استطاع المحققون الحصول على مذكرة تفتيش تمكنهم من إلقاء نظرة على سجلات مكالمة تشارلز وتتبع مكان وجود هاتفه في أثناء ليلة اختفاء تشارلز، وسرعان ما اتضح للشرطة عدة تناقضات بين تلك البيانات وبين رواية فيكتور للأحداث. أظهرت البيانات أن فيكتور لم يصل تشارلز عند منزله في حوالي الساعة 5 أو قبل ذلك بقليل كما كانت دعا، ولم يكن بالقرب من تلك المنطقة بلساس، بل كان في ذلك الوقت في مدينة أثينا، وبالتحديد بالقرب من المكان الذي تم العثور فيه على محفظة تشارلز وسيارته. فيما بعد كانت بيانات الهاتف النقال تدحض حجة غياب فيكتور وتخلخل أركانها، ولم تكن تلك البيانات وحدها الشهيدة على كذب فيكتور على المحققين، حيث أن رواية فيكتور بأكملها أصبحت تفتقر إلى المنطق بعد معرفة المحققين لنية تشارلز في فض شراكته بفيكتور. إذا كان تشارلز قد حسم أمر إنهاء التعامل مع فيكتور بشكل نهائي ولم يتأثر بمحاولات شون للتوسط بينهما، فكيف له أن يذهب مع فيكتور لمعاينة أرض من المفترض أن يتم تخصيصها لإنشاء المشروع؟ في تلك المرحلة من التحقيق كان المحققون واثقون من أن فيكتور هو الفاعل، وأنه ارتكب جريمته النكرة بدافع الانتقام بعدما قرر تشارلز أن ينحيه عن مشروع كان من شأنه أن يدر عليه الكثير من المال ويعفيه من العودة إلى عالم الجريمة من جديد. لكن المشكلة التي كانت تواجه المحققين هي فشلهم في العثور على أي دليل مادي من شأنه أن يربط فيكتور بتلك الجريمة. وقد زادت فضيحة تلك الأزمة عندما اكتشف المحققون أن معظم شهود العيان الذين تحدثوا معهم من قبل رفضوا الشهادة ضد فيكتور بشكل رسمي أمام المحكمة، وذلك لأنهم كانوا يخشون أن يصيبهم فيكتور بضرر نظرا لاستخدامه سحر الفودو، وهو من أشهر أنواع السحر الأسود. على الرغم من ذلك كان المحققون واثقين أن بمقدورهم إثبات وجهة نظرهم أمام المحكمة والحصول على حكم بإدانة فيكتور، لكن يبدو أن المدعي العام لم يكن يتفق معهم في الرأي، حيث رفض الادعاء توجيه أي تهم بحق فيكتور على أساس الأدلة الظرفية فقط، وطلب المحققين بمزيد من التحريات للوصول إلى الدليل القاطع. مرت الشهور والسنوات دون أن يصل المحققون إلى ذلك الدليل الذي جعل الادعاء شرطا لتوجيه التهم بحق فيكتور، لكن في العام 2016 تغير موقف الادعاء ووافق المدعون في النهاية على عرض القضية على المحكمة كما كانت. وفي نهاية الأمر تم إلقاء القبض على فيكتور وتوجيه تهمة القتل له بعد حوالي 4 سنوات على وقوع الجريمة، وقبل وقت قصير من بدء إجراءات المحاكمة في شهر أبريل من عام 2018 قرر فيكتور أخيرا الإقرار بذنبه وفق صفقة عقدها مع الادعاء الذي قرر تخفيض درجة التهمة الموجهة إلى فيكتور لتصبح تهمة القتل غير العمد بدلا من تهمة القتل من الدرجة الأولى التي كانت ستوجه له في الأساس. بموجب تلك الصفقة اعترف فيكتور أنه أنهى حياة تشارلز وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك،
موعدنا غداً.